هلا everybody، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد طلحة، حبايبي طلبة الثانوية العامة. أعتقد إن خلاص ما عادش وقت، الوقت مر بسرعة، ولكن إن شاء الله نقدر في الفترة اللي جاية ديت ننجز كتير. يلا اللي ما عملش سبسكرايب للقناة ينزل ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصلك كل مراجعات ليلة الامتحان اللي هتكون مهمة جدا واللي هتساعدك كتير في حل الامتحان إن شاء الله. يلا انزل اعمل سبسكرايب وشير للقناة لكل زمايلك عشان إن شاء الله الكل يستفيد في الفترة اللي جاية بمراجعات ليلة الامتحان اللي هتكون قوية جدا وهيجي منها إن شاء الله أسئلة متوقع بشكل كبير إن هي تيجي في الامتحان. إن شاء الله هنكون معاكم بشكل متواصل لغاية ليلة الامتحان إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة مهمة جدا لازم تيجي في الامتحان. الحاجة دي هي الفريزال فيربس اللي خاصة بكلمة take. كلنا عارفين ان كلمة take معناها ياخذ، ولكن لما يجي معاها preposition معين بيتغير معناها وده بنسميه فريزال فيرب. تعال معايا نشوف كل الفريزال فيربس الخاصة بكلمة take اللي علينا في المنهج، يلا بينا. Number one هي take part. Take part معناها يشارك فيه، يعني be involved in an activity. For example، على سبيل المثال لما اجي اقول منى took part in the competition معناها ان منى شاركت في المسابقة. وهنا لازم اخلي بالي من الفرق بينها وبين كلمة take place، لان take place معناها يحدث او يعقد او يقام. For example، على سبيل المثال when I say the last Olympic games took place in Beijing، يعني اخر العاب اولمبية عقدت في بكين. او لما اقول the accident took place in Cairo معناها ان الحادثة دي حصلت في القاهرة. يبقى اذا لازم افرق بين كلمة take part in and take place in. take part in معناها يشارك فيه، اما take place in معناها يحدث فيه او يعقد فيه او يقام فيه. وهنا برضو لازم اخلي بالي من الفرق بين take place and take the place، لان take the place مش معناها يحدث، take the place معناها يحل محله وياخذ مكان. so when I say Sammy took the place of Ahmed when he was injured، يعني سامي اخذ مكان احمد لما اصيب. يبقى اذا take place معناها يحدث، لما take the place معناها يأخذ مكان أو يحل محل. وهنا برضو لازم أخلي بالي من الفرق بين take part and take apart، لأن take part شكل ما قلنا معناها يشارك فيه، أما take something apart معناها separate، بمعنى يفصل أو يفكك. For example، على سبيل المثال لما أجي أقول we took the machine apart to know what the problem was، يبقى احنا فككنا الماكينة عشان نعرف ايه المشكلة. يبقى اذا take part معناها يشارك فيه، اما take something apart معناها يفكك. اما بقى number 5 ودي take somebody apart. take somebody apart معناها يهزم شخص بسهولة، معناها defeat easily. so when I say الاهلي took الزمالك apart scoring 6 goals معناها ان الاهلي هزم الزمالك بسهولة محرزا 6 اهداف. number 6 وهي take after. take after معناها look like or similar to somebody، بمعنى ان يشبه شخص. so when I say احمد takes after his father معناها ان احمد يشبه ابوه. يبقى اذا take after معناها يشبه، look like or similar to. number 7 ودي من الفريزال فيربس مهمه جدا وهي كلمه take something in. take something in ليها اكتر من معنى. المعنى الاول هو كلمة يفهم او يستوعب، بمعنى understand. so when I say I had to read the question twice before I could take it in، يعني انا اضطريت ان انا اقرأ السؤال مرتين اتنين قبل ما افهمه او قبل ما استوعب. اذا take something in بمعنى يفهم او يستوعب. من ضمن معاني take something in هو كلمة include، يعني يشمل او يتضمن. so when I say the new town takes in three former villages، يعني المدينة الجديدة بتشمل او بتتضمن ثلاث قرى سابقة. معنى آخر لكلمة take something in هو كلمة watch، يعني يشاهد. so when I say after dinner we will take in a movie، يعني بعد العشاء احنا هنشاهد فيلم. number 8 وهي take somebody in. take somebody in بمعنى يخدع شخص. so when I say a thief took my brother in and took all his money، يعني في حرامي خدع أخويا وخد كل فلوس. يبقى إذا take something in بمعنى يفهم أو يستوعب، أما take somebody in بمعنى يخدع أو يغش. number 9 وهو take off.
طبعا take off ليها أكثر من معنى. So when I say take something off, take something off من ضمن معانيها وهي كلمة يخلع الملابس. So when I get home يعني لما وصلت البيت, I took off my clothes يعني أنا قلعت الملابس بتاعتي. So take off here, take off هنا بمعنى يخلع الملابس. المعنى الثاني لكلمة take off هو fly بمعنى يطير. So when I say my father's plane takes off at 8 a.m. معناها ان طيار بابا هتقلع الساعة 8. يبقى اذا take something off معناها يخلع ملابس, وtake off لما تيجي مع الطيارات بمعنى تقلع او تطير. المعنى الثالث لكلمة take off هو ياخد اجازة, يعني don't work. يعني لما اجي اقول Yesterday I was ill so I took the day off بمعنى ان امبارح انا كنت عيان لذلك انا اخدت اليوم ده اجازة. يبقى اذا take some time off معناها ان ياخد الوقت ده عطل. المعنى الرابع ل take off وهو suddenly start to be successful يعني يبدأ النجاح فجأة, وده معنى مهم جدا لازم اخلي بالي منه انا كطالب ثالثة ثانوي. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي her singing career has just taken off يعني مهنة الغنى بتاعتها لسه بدأ النجاح. المعنى الخامس لكلمة take off هي لما تيجي مع anybody. Take somebody off يعني يقلد بمعنى imitate. So when I say أحمد is good at taking people off معناها إن أحمد جيد جدا في تقليد الأشخاص. So take somebody off بمعنى يقلد. Take somebody off بمعنى يقلد. Number 10 وهي take on. طبعا take on من الفريزل فيربس مهمة جدا اللي أنا لازم أخلي بالي منها, لأن take on ليها أكثر من معنى when it comes with something and when it comes with somebody. So take on something بمعنى accept. So when I say take on a job or take on a responsibility معناه أنه accept a job or accept a responsibility يعني يقبل أداء وظيفة أو يقبل أداء مسؤولية أو مهمة. So when I say she took on the job because she needed money يعني هي قبلت الوظيفة لأنها كانت محتاجة فلوس. يبقى إذن take on a job بمعنى يقبل وظيفة. وهنا لازم أخلي بالي من الفرق بين take on and take over, لأن take on بمعنى يقبل وظيفة, أما take over بمعنى يتولى مسؤولية, بس في الحالة دي he replaces someone يعني بيحل محل شخص آخر. For example على سبيل المثال when I say when his father died he took over the company يعني لما بابا مات هو تولى مسؤولية الشركة. يبقى إذا هنا took over يعني حل محل شخص لأداء عمل معين. يبقى إذا لازم أخلي بالي إن في فرق بين take on and take over. take on معناها يقبل عمل أو يقبل مهمة ودي طبعا ما بيحلش فيها محل اي شخص, ولكن take over معناها يتولى مسؤولية بدلا من شخص اخر. نيجي بقى على take somebody on. take somebody on يبقى اللي جاي هنا شخص. اذا كان take on جاي مع anybody دي معناها employ. employ بمعنى يوظف. so when I say the new company الشركة الجديدة took on a lot of people يعني الشركة الجديدة وظفت كتير من الناس. يبقى إذا take on لما تيجي مع الأشخاص يبقى معناها employ بمعنى يوظف. يبقى إذا take on a job بمعنى يقبل وظيفة, و take somebody on بمعنى يوظف شخص. طبعا من ضمن المعاني المهمة جدا لكلمة take on بمعنى fight بمعنى يواجه أو يحارب. So when I say the state takes on terrorism everywhere يعني الدولة بتحارب الإرهاب في كل مكان. يبقى إذن من المعاني المهمة جدا لكلمة take on بمعنى يواجه أو يحارب. نيجي بقى على number 11 وهي take out. طبعا take something out بمعنى يخرج. So when I say don't forget to take out the rubbish when you go out يعني شكل ما أي ست مصرية بتقول لجوزها ما تنساش تاخد الزبالة معاك وانت طالع. أما take somebody out معناها إن هو طالع مع واحد للتنزه. So when I say my father is taking us out for dinner يعني بابا هيخرجنا برا النهاردة عشان نتعشى. Or my father is taking us out to the cinema يعني بابا إن شاء الله النهاردة هيخرجنا عشان نروح السينما. نيجي بقى على number 12 وهي take round.
take somebody around معناها show someone a place معناها يفرج شخص على مكان أو يرشد شخص. So when I say a guide will take you around the museum today يعني في مرشد حياخدك ويفرجك على المتحف النهاردة. يبقى إذن take somebody around or take someone around معناها يفرج شخص أو يرشد شخص. Number 13 وده phrasal verb مهم جدا هو take to. Take to معناها start to like يعني يبدأ في حب أو يميل إلى. So when I say I have taken to her since I met her at the mall بمعنى إن أنا بدأت أميل لها من أول ما شفتها في المول. يبقى إذن take to معناها start to like يعني يحب أو يميل إلى. Number 14 وهو phrasal verb take back. Take back بمعنى يرجع. So when I say this shirt is small, take it back and get another one. يعني القميص ده صغير رجعه وهات واحد مكانه. يبقى إذن هنا take something back بمعنى يرجع. تاني take something back بمعنى يرجع. Number 15 وده phrasal verb مهم جدا وهو كلمة take away. طبعا take away ليها معنيين اتنين. أول معنى بمعنى remove بمعنى يزيل أو يأخذ إلى مكان. So when I say take these chairs away we don't need them يعني خد الكراسي دي إحنا مش محتاجينها. يبقى إذن كلمة take away بمعنى remove. المعنى التاني لكلمة take away وهو subtract. Subtract بمعنى يطرح ودي بنستخدمها في المسائل الحسبية. So when I say when I take two away from six I give four يعني لما اطرح اتنين من ستة بحصل على اربعة. يبقى إذن take away has two meanings. المعنى الأول وهو remove يعني يزيل. المعنى الثاني وهو subtract بمعنى يطرح. الفريزل فيرب اللي بعد كده هو take up. Take up معنى يشغل. So when I say Dr. Aisha's work took up much of her time يعني شغل دكتور عيشة شغل معظم وقتها. إذن take up بمعنى يشغل. The last meaning المعنى الأخير اللي معانا النهاردة هو كلمة take something down. Take down بمعنى write بمعنى يدون. So when I say he took down my address and phone number يعني هو كتب أو دون عنواني ورقم تليفوني. يبقى إذن take something down بمعنى يدون أو يكتب. طبعا دي أهم الفريزل فيربز اللي خاصة بكلمة take واللي مهمة جدا ولازم وأكيد 100% لازم هيجي واحد منهم في الامتحان. عشان كده لازم تذاكر كويس وتعرف الفرق بين كل فريزل فيرب والتاني. ما تنساش شكل ما قلنا في أول الحلقة لو لسه ما عملش سبسكرايب للقناة انزل بسرعة اعمل سبسكرايب عشان الفترة اللي جاية إن شاء الله مهمة هننزل فيها مراجعة قبل الامتحان ودي اللي هيكون فيها أجزاء مهمة جدا من المنهج متوقع بشكل كبير إن هي تيجي في الامتحان. شير القناة لكل زمايلك عشان الكل يستفيد إن شاء الله وانتظرونا في حل الامتحانات اللي جاي. Thank you very much for watching. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهاردة. Don't forget like share subscribe and don't forget the bell. ما تنساش الجرس عشان يوصلك الجديد والمهم ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.